توقعاتك لماتش الزمالك والاسماعيلي والاهلي وطلائع الجيش؟ اولا انا اهلاوي ماشي، بس باذن الله يعني الاهلي وطلائع الجيش هيكون 3-0 او 3-1 بكتير. اما بالنسبه للزمالك احتمال تنزل باذن الله يعني كده، وربنا يكرمنا. الزمالك هيكسب ان شاء الله، لان الزمالك قوي وفي لعيبه كويسه الموسم ده واداؤه اعلى واحسن من الاسماعيلي. لكن الاهلي وطلائع الجيش الاهلي عشان اهلاوي طبيعي. انا بالنسبه لماتش الزمالك ان شاء الله الزمالك هيكسب. الزمالك باذن الله هيكسب 2-0. الاهلي وطلائع الجيش الاهلي طبعا. ان شاء الله اتوقع الزمالك يكسب ان شاء الله. زملكاويه متعصبه جدا جدا، بحب بعشق نادي الزمالك، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيفوز باذن الله. الاهلي يكسب طلائع الجيش 3-1. انا بتوقع كده بصراحه. الزمالك والاسماعيلي ان شاء الله الزمالك يكسب 2-0 باذن الله. الاهلي وطلائع الجيش الاهلي هيكسب 1-0. بما انك زملكاوي، هل الماتشات المقبله للزمالك هتاثر عليه في التفكير خلال الماتشات الحاليه؟ باذن الله اللي جاي احسن من اللي فات، يعني بتقدم شويه بشويه بالنسبه للمطوشه الاولانيه، لكن الوقت باذن الله المطوشه الجايه هيبقى احسن بكتير. هو احنا متعودين طبعا ان الزمالك بيكسب الاسماعيلي، ما اعرفش ليه حظه او تعبه عليه زي ما بيقولوا، لكن ان شاء الله احنا عايزين الزمالك يكسب. انا اساسا اهلاوي، والاهلي برضه ان شاء الله يكسب باذن الله. ماتشات الاهلي والزمالك غالبا ما بقاش ليها توقعات، بس انا بما ان انا اهلاوي فانا محتاج طبعا اكيد الاهلي هو اللي هيكسب باذن الله. انا ماليش في الزمالك، بس يكسب بقى يلا، خلينا نرضي اخواتنا الزملكاويه يعني.